في السابع من أكتوبر تشرين الأول دفع الجيش الإسرائيلي بالألاف من الجنود للمشاركة في هجومه العسكري على قطاع غزة، مع أواخر ديسمبر بدأ بسحب عدة ألوية عسكرية من القطاع. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك دانيال هاجاري أعلن أنه سيتم سحب 5 ألوية من غزة وسيعود البعض منهم إلى قواعده لمزيد من التدريب أو الراحة، في حين سيعود العديد من جنود الاحتياط الأكبر سناً إلى منازلهم. ذكر هجاري أن السبب الرئيسي لسحب هذه القوات من القطاع هو المساعدة في تجنب انهيار الاقتصاد الإسرائيلي، فقد أثرت الحرب سلباً على الاقتصاد بسبب عدم ذهاب جنود الاحتياط إلى وظائفهم أو إدارة أعمالهم. فما هي أبرز الألوية والفرق التي تم سحبها من القطاع؟ وأي منها لا يزال يشارك في المعارك داخل غزة؟ منذ بدء الحرب وحتى نهاية فبراير هذا العام، سحب الجيش الإسرائيلي بالفعل كافة الألوية الاحتياطية وألوية التدريب من غزة تدريجياً. لواء جولاني هو اللواء النظامي الوحيد الذي تم سحبه من غزة، ويعتبر رأس حربة الجيش الإسرائيلي في العمليات البرية، ويتبع الفرقة 36 التي تم سحبها بالكامل من غزة. تركزت عمليات هذه الفرقة في منطقة الشجاعية، كما اشتبكت مع عناصر حماس في منطقة شيخ جيلان جنوب مدينة غزة وتل الهوى. هذه الفرقة هي التي داهمت مستشفى الشفاء بحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي في نوفمبر العام الماضي. Follow me as we go in and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. كما أن الصورة الشهيرة لعدد من القوات الإسرائيلية داخل المجلس التشريعي الفلسطيني غرب غزة في نوفمبر الماضي، والتي تأكدنا من صحتها، تعود لهذه الفرقة أيضا. لواء جولاني تكبد خسائر في منطقة الشجاعية قبل انسحابه من القطاع مباشرة، حيث لقى 10 من عناصري مصرعهم في المعارك مع عناصر حماس. حالياً يقوم لواء جولاني بما قال الجيش الإسرائيلي إنها تدريبات لزيادة الجاهزية على الحدود الشمالية لإسرائيل. خلال فبراير هذا العام كان قد سحب الجيش الإسرائيلي جميع قوات الاحتياط من غزة بسبب تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بمشاركتهم في الحرب. أبرز هذه الألوية لواء شارون، وقد سحبه الجيش الإسرائيلي من شمال غزة، وهو الذي سيطر على المنطقة الساحلية للقطاع. وعملت قوات هذه الفرقة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة في الأسابيع الأخيرة لها داخل غزة. الفرقة 98 تتضمن هذه الفرقة عدداً من الألوية التي كانت داخل غزة حتى وقت قريب، منها اللواء 55 مظلات الذي تركزت عملياته في منطقة خان يونس جنوب القطاع قبل سحبه واستبداله بكتيبة أخرى في الأول من فبراير العام الجاري. من ضمن هذه الفرقة أيضاً لواء مظلات 551، ويطلق عليه سهم النار، تم تسريحه من الخدمة تماماً في نهاية ديسمبر الماضي. تركزت عملياته في منطقة جباليا شمال القطاع بما فيها مدرسة جبل المكبر. The plaque on the wall of the school. لواء البيسون هو أحد ألوية سلاح المدرعات، شارك في المعارك شمال القطاع، كما أجرى مداهمات في المنطقة من بينها هجوم على مدرسة في مخيم الشاطئ، وعثر على عدد من الأنفاق، وكشف عن ساحة للتدريب العسكري قال إنها نقطة انطلاق هجمات عناصر حماس. فرقة الوميد وهي الفرقة رقم 99، عمليات هذه الفرقة تركزت في دفع سكان وسط غزة للجنوب والسيطرة على المنطقة، من ضمن قواتها اللواء يفتاح ولواء ثعالب السماء. عملت على تأمين وادي غزة وممر جديد أسسته إسرائيل يطلق عليه ممر نتساريم، يقسم القطاع إلى شطرين. الألوية التابعة لها شنت هجمات على مخيم النصيرات وسط القطاع ومناطق أخرى من أجل توسيع الممر،
وقبل ذلك عمل لواء يفتاح التابع للفرقة في منطقة الشجعية، فيما تركز لواء المظلات ثعالب السماء في بداية الحرب وسط القطاع. ثم نقل إلى خان يونس قبل سحبه في شهر فبراير هذا العام ليكون آخر القوات الاحتياطية التي سحبت من غزة. ألوية التدريب. مع بداية الحرب أرسل الجيش الإسرائيلي كامل ألوية التدريب إلى غزة، وعددها 3 ألوية، لواء 261. يعد هذا اللواء بمثابة قاعدة التدريب الرئيسية لضباط الجيش الإسرائيلي. أنهى اللواء عملياته في شمال قطاع غزة ثم وسط القطاع قبل أن يتم سحبه شهر يناير الماضي، وكانت قواته قد فقدت 21 جندياً وأصيب آخرون خلال استهدافهم في شرق مخيم المغازي. لواء مدرع أبناء النور، وهو مسؤول عن قاعدة تدريب سلاح المدرعات، تركز في مناطق القتال المركزية في القطاع، بما في ذلك منطقة الشاطئ والحي الأمني وجبليا. يعتمد هذا اللواء على استخدام أحدث دبابات مركافة. هذا اللواء بالتعاون مع قوات أخرى شن الهجوم على مستشفى كمال عدوان في بيت لهيا شمال غزة. لواء بسلماخ هو مسؤول عن تدريب جميع قادة فرق المشاة. قام جنود هذا اللواء بقتل 3 رهائن بالخطأ في حي الشجاعية بمدينة غزة في ديسمبر الماضي، قبل أن يتم سحب اللواء من غزة بنهاية نفس الشهر. بعد سحب جميع ألوية الاحتياط وألوية التدريب وبعض الألوية النظامية التابعة للجيش الإسرائيلي من غزة، تبقى داخل غزة قوات نظامية فقط بمهارات خاصة، أهمها لواء أوز، وهو لواء قوات خاصة مشكل من وحدات لا كتائب، يضم وحدة إيجوز وهي وحدة القناصة، ووحدة الكوماندوز وهي المختصة بحرب العصابات. عملياته تتركز حالياً في المناطق الأكثر كثافة في خان يونس، ويكثفون هجماتهم في الجهة الغربية منه. لواء آثار الحديد، وهو لواء مدرع يعتمد على استخدام دبابة ميركافا موديل 4، وتتركز عملياته حالياً في منطقة مدينة غزة. في أوائل ديسمبر الماضي سيطرت قوات هذا اللواء على ميدان فلسطين في قلب مدينة غزة، والذي يعتبر مكاناً رمزياً لقوة حماس، ووضعت العلم الإسرائيلي في وسطه. في نفس الشهر أدت عملية نفذها اللواء داخل مدرسة المعتصم بالله في حي الرمال إلى اعتقال العشرات بحسب تقارير الجيش الإسرائيلي. لواء نحمل قتل قائده في بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة. تم سحب هذا اللواء من غزة وإعادته مرة أخرى مؤخراً، وتركزت عملياته في منطقة جبليا شمال القطاع قبل أن يتم سحبه، ومن ضمن عملياته كان الهجوم على مسجد داخل جبليا. كما عثر على شبكة أنفاق تمتد من شمال إلى جنوب القطاع، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم بناؤها تحت المستشفى التركي وجامعة الإسراء. حالياً يقوم لواء نحال بعمليات عسكرية في منطقة وسط القطاع وخان يونس. وكانت الصورة التي أظهرت معتقلاً فلسطينياً عارياً يخضع للتحقيق من قبل جندي إسرائيلي، قد أثبت فحصها أن هذا الجندي هو أحد عناصر لواء نحال. لواء جفعتي. في بداية الهجوم البري على غزة سيطر هذا اللواء على منطقة شرق خان يونس، ثم تم سحبه، ولكنه عاد مؤخراً وحل محل لواء احتياط آخر، كما يشارك في معارك شمال القطاع. وسبق أن كان جفعاتي مسؤولاً عن إخلاء مخيم اللاجئين غرب خان يونس إلى مخيمات النازحين في المواصي، وخسر العديد من قادته وأفراده
مما اضطر قيادة الجيش لسحبهم من ساحة المعركة مؤقتا ثم إعادته ليحل محل لواء احتياط.